السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور، معاه كابتن أبو نور. طبعا بحييكم كلكم يا جماعة، شكرا للناس اللي متابعانا، وشكرا للناس المشتركة معانا على القناة بتاعتنا، شكرا للناس اللي بتدعمنا دايما من بره مصر ومن كل مكان. شكرا وتحياتي للجميع، وتحياتي لأي حد بيتكلم في حقنا كلمة حلوة وكلمة كويسة. ربنا يبارك لكم يا رب. حلقتنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وبتحصل كتير عند الناس اللي بتربي كلاب، وهي الحمل الكاذب عند الكلاب. هو في فعلا يا جماعه حمل كاذب عند الكلاب، ولا دي ولا ده كلام بنسمعه، ولا ده ايه الموضوع؟ بس قبل ما نتكلم عن الحلقه بتاعتنا، بحب اعرفكم عندنا هنا ايه اللي موجود، واحنا شغلنا هنا ايه ونظامه ايه. عندنا يا جماعه هنا اي حد محتاج اي علاج لكلبه، اي علاج، بدل ما حد يضحك عليك وحد يشتغلك، احنا موجود عندنا جميع العلاجات في المركز بتاعنا هنا في محافظه البحيرات دمنهور. موجود عندنا جميع العلاجات، موجود عندنا جميع التطعيمات، موجود عندنا كل حاجه انت تتخيلها لكلبك، اي مشكله عند كلبك احنا حلها باذن الله موجود عندنا هنا. بالنسبه برضو اكسسوارات كسلاسل كمامات، اي حاجه انت محتاجها موجوده باذن الله عندنا هنا. بالنسبه لليومين اللي جايين دول يا جماعه، بالنسبه للصيف طبعا الكلام ده للناس اللي في محافظه البحيره، ولو اي حد عايز يشرفنا من اي محافظه او من اي مركز عايز ياخد اللي هو عاوزه موجود عندنا كل حاجه. بالنسبه للناس اللي بيبقى اليومين اللي جايين دول داخلين على الصيف، في حشرات وفي جراد وفي حاجات من ديت، طبعا موجود عندنا كل اي حاجه يعني مكافحه لموضوع الجراد وموضوع الكلام ده كله. عندنا العلاجات كلها، عندنا اي حاجه، ما تقلقش. لو انت عندك اي مشكله في كلبك، لا ما تلفش بره كتير عشان ما حدش يشتغلك، تعال شرفنا هنا واحنا تحت امر حضرتك. اي حاجه احنا تحت امرك، كعلاجات كتطعيمات كمضادات حيويه، كاي حاجه لكلبك، اي مشكله انت بتعاني منها، حاجه مغيبه في الخلفه، حاجه فيها مشكله، حاجه النتايه مغيبه في الحيط، كلام من ده. عندنا برضو في حاجه اسمها اقامه هنا للنتايات اللي هي بتبقى مغيبه في الحيط. عندنا طبعا كنا عاملين مشاه يا جماعه اللي تمشي الكلاب كتير، لو انت مش فاضي تمشي كلبتك كتير ممكن تعمل لها هنا اقامه يوم يومين، بتقف على المكان على المشاه ديت، بتجري عليها كتير عشان طبعا فتره الحيط تشتغل، او لو هي متاخره مثلا. يعني باذن الله في حل، في حلول هنا لكل المشكله اللي ممكن تواجهك في تربيه الكلب. غير كده وكده يا جماعه، عملنا حاجه كويسه جدا باذن الله. الموضوع ده هيبقى كل يوم خميس بمشيئه ربنا. احنا هنا مجهزين يعني حضرتك تشرفنا يوم الخميس، اي حد يا جماعه، بس هو المطلوب منه ان هو يبعت لنا رساله على التليفون، مش على الخاص او على الواتس او الحاجات دي. هو تبعت لنا رساله على التليفون على الرقم بتاعنا. انا هاجي لك يوم الخميس مثلا، اثبت حضورك معانا يوم الخميس هنا. اي حد عنده كلب محتاج يعرف اكتر في التربيه، محتاج يفهم حاجات ما هوش فاهمها، محتاج يعرف ايه نظام التربيه، محتاج الحاجات دي كلها، محتاج يحل مشكله عنده في تربيه كلبه، يشرفنا يوم الخميس هنا عندنا في المكتب هنا يا جماعه. هنقعد مع بعض هندردش، هنحل مشاكل بعض، هنحل المشكله دي كلها باذن الله بمشيئه ربنا. الكلام ده من هنا ورايح هيبقى كل يوم خميس، سواء انت من اي محافظه احنا نرحب بيك واحنا تحت امر حضرتك. طبعا الكلام ده يا جماعه هنعرف ازاي ان انت جاي، هتبعت لنا رساله، هتبعت لنا رساله تمام، على الخط العادي على فودافون، تثبت فيها حضورك باسم حضرتك مثلا وعنوان حضرتك، هي بس الرساله مش اكتر من كده. هتكتب بس اسمك في رساله وهتكتب العنوان بتاع حضرتك، ويوم الخميس هتشرفني. طبعا احنا هنبعت لك ساعه ما تبعت لنا رساله هنرد عليك بالعنوان بتاعنا هنا تمام. انت هتجي لنا على العنوان ده، هتقعد معانا الكلام ده كل يوم خميس يا جماعه من الساعه 4 العصر لحد الساعه 8 بالليل موجودين معاك. هنقعد مع بعض هندردش، هنحل مشكلتك، في اي مشكله احنا هنحلها لك، في اي علاج انت محتاجه هتلاقيه عندنا هنا، في اي اكسسوارات انت محتاجها للكلب بتاعك هتلاقيها عندنا هنا. احنا طبعا تحت امركم يا جماعه، اي حد بيربي كلاب احنا يعني مستعدين نساعده من واحد لحد مليون. ما تقلقش من اي حاجه، ترى طول ما يعني ربنا جنبك واحنا جنبك باذن الله وبمشيئه ربنا. المهم عندنا كل فكرتنا ان محدش ينصب عليك. نيجي بقى لموضوع حلقتنا النهارده يا جماعه، اللي هي موضوع ان الكلاب والحمل الكاذب. فعلا يا جماعه في ساعات النتايات بيبقى فيها حمل كاذب. انا بجوز النتايه بتاعتي النهارده مثلا، وبعد 30 يوم او بعد 25 يوم ظهر عليها الحمل عادي خالص، صدرها نزل دلدل مش عارف ايه، طيب كده باين قدامي ان النتايه حامل تمام. عدى على 60 يوم النتايه ما ولدتش، بدات بطنها تنزل تاني، بدا صدرها يرفع تاني، ولا كان في حاجه، ولا كان في جواز، ولا كان في الموضوع ده. طيب عرفت ازاي ان هو حمل كاذب يا جماعه، او نعرف ازاي في نص المسافه ان هو حمل كاذب؟ اول النتايه ما تحصل عند 45 يوم، اللي هو خلاص ان اللبن بتاعها يعني جاهز فيها وباين ان في لبن وكلام من ده. لو ضغطت بالراحه كده، ويا ريت ما حدش يكرر الموضوع ده كتير يا جماعه، عشان طبعا الموضوع ده ممكن يسبب اضرار للصدر النتايه مثلا، لحلمه صدرها ده يسبب لها اضرار بعد كده احنا في غنى عنها. هي مره واحده بس لو ضغطت على صدر النتايه ولقيت
اللي نازل ده ميه مش لبن، ميه بتاع ميه بيضه، بتبقى ميه بيضه، لان يا جماعه هو لبن الكلاب بيبقى زيه زي اللبن اللي احنا بنشربه عادي، هو لونه ابيض خالص، لبن ابيض وبيبقى داخل عليه نقطه صفار، حاجه صفار بسيطه خالص، فهو كده لبن ما تقلقش منه. لكن لو دخلت ولقيت الميه ميه بيضه كده تمام، يعني في ميه كده بس داخله على بياض، فاعرف ان ده حمل كاذب، مفيش حمل، هي النتايه بطنها كبيره عادي خالص، تهيؤات حمل وحاجات من ديت تمام. فده احنا بنسميه في الكلاب حمل كاذب، فطبعا دي تحرس منها وما تقلقش، ده باذن الله لو ممكن بعد كده ان تتجوز وتخلف عادي خالص، طبيعي عادي. زي ما قلت لكم هتعرفوها ازاي، بنستنى لما النتايه تكمل 45 يوم او 50 يوم، خلاص فاضل لها 10 ايام وتولد، بضغط على صدرها بالراحه، لو لقيت ان نازل ده ميه داخله على بياض ده يبقى حمل كاذب، لو لقيته لبن بعد 50 يوم يا جماعه او 45 يوم تاكدوا من التاريخ ده بالظبط، لو لقيته لبن يبقى ده حمل حقيقي وحمل صادق ما فيهوش اي مشكله. اصبر بقى للنتايه، مواعيد النتايه تولد امتى؟ في طبعا نتايه بتولد على 60 يوم، في نتايه بتولد على 55 يوم، في نتايه بتولد على 65 يوم، يعني يعرف لو اخرت 5 ايام مش مشكله، لو قلت 5 ايام مش مشكله، دي ما فيهاش اي مشكله بقى معاك، ما تتراوح بقى ما بين ايه 57 يوم 58 يوم، طبعا هي دي المواعيد اللي الكلاب بتولد فيها. في طبعا ما بيبقى ممكن اختلافات انت من عندك بسبب مواعيد الجواز او حاجات من كده، فدي حاجات ما تقلقش حد، وطبعا اي حد عنده نتايته متجوزه او هتخلف او بتاع ربنا يبارك له فيها يا رب ويشوف منها الخير، واحنا تحت امركم في اي استفسار وفي اي حاجه. زي ما قلنا يا جماعه موجودين كل يوم خميس من الساعه 4 للساعه 8، نرحب بيك حضرتك تشرفنا هنا. عايز تعرف اكتر عن الكلاب هنقعد مع بعض وهندردش ونحكي ونقول في كذا ونقول في كذا، هنعرفك اكتر وهنعرفك الكلاب ايه وهنعرفك نظامها ايه، ولو عندك مشكله انت بتعاني منها في كلبك هنعرفك تحل مشكلتك دي ازاي باذن الله ومشيئه ربنا. بس المطلوب من حضرتك عشان نعرف ان انت جاي هتبعت لنا رساله باسم حضرتك وبعنوانك، واحنا هنرد عليك برساله فيها العنوان بتاعنا هنا. فطبعا ده يشرفني يا جماعه، وزي ما قلنا قبل كده برضو عندنا جميع الاكسسوارات، عندنا جميع التطعيمات، عندنا جميع العلاجات الخاصه بكلبك، مستعدين ان احنا نعمل لك دعامه لودن الكلب، مستعدين كل ده بمبالغ رمزيه يعني مش حاجه كبيره، المهم كله تفكيرنا في الاخر ان مفيش حد يضحك عليك بره ويحاول ان هو يفضي جيوبك، لا احنا هنقف معاك وهنعرفك ده سعره كام وده سعره كام وده سعره كام. الاخ اللي انا كنت بعته قبل كده يشتري نيروسيلين ده مضاد حيوي ويشتري ديكساميثازون ديت مضاد التهابات والحساسيه للكلب بتاعه، راح للدكتور قال له السنتي ب 50 جنيه، يا باشا السنتي اللي انت بتتكلم فيه ده السنتي ده ب 3 جنيه، مش مستاهل ان انت تكبر الموضوع جامد جدا، يعني مش عشان الراجل ده مربي كلب يبقى انا هنذبحه. فطبعا كل واحد ربنا يبارك له في حاجته يا جماعه، والحرام ما بينفعش والله، يعني اللي بيجي من الحرام بيروح في حرام على فكره. وطبعا كلكم ربنا يبارك لكم، وشكرا لمتابعتكم وشكرا لاشتراككم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.